البيوني طلع النهارده من السجن. يا خبر اسود، ده بكره يخلي الشارع ضلمه. وده عاوز كلام؟ حد يقدر يقف قدام خليل البونو؟ وحد يقدر يفتح بقه قدام خليل البونو؟ ده كان يقتل له عياله، يقطع له رقبته، يخرب له بيته. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه الكلام ده يا جدعان؟ دي البلد فيها حكومه صاحيه وبوليس مفتح عينيه. يا شاويش حسن، انت لسه جديد في الحته ولا تعرفش خليل البون ده اكبر مؤذي؟ ده قتل قتله. الكلام ده ما يخوفنيش، انا هنا وظيفه تحميكم واسهر على راحتكم. يلا كل واحد شوف شغله. استعيدة استعيدة. مالك يا واد يا سلام؟ مش قادر اقول. قتلت؟ ما تتكلم، جرى ايه؟ حصل ايه؟ خليل البونو. البونو؟ مكتوب في الجرنان انه طلع النهارده من السجن. يا دي الليله المهببه، هنرجع تاني لخليل البونو وغلبه ومراره واذيه خليل البونو. اسمع هنا يا وش الغراب، نبه على الرجاله يفتحوا عينيهم ويخلوا بالهم ويحضروا العصر. حاضر. اسمع، نبه عليهم يمنعوهم من الدخول. حاضر. اسمع، يمنعوهم باللطافه، بالانسانيه، بالذوق، بالحداقه. حاضر. اسمع، نبه عليهم يخلوا بالهم ما يجيبوا السيره العزيزه، لان لو عرفت ان خليل البونو خرج من السجن ما هي شغاله في ليلتك. حاضر. اطمني. الهي وعودك بجني يلخبطك وبرزنتي يبططك يا خليل يا بونو. قادر ان شاء الله يا كريم. الفين سلامه يا خليل يا بونو. الله يسلمك. نور الحته. عند العزام يا استاذ خليل. نور الحته. نور الحته. مرحبا يا جميل. مدفع الافوات، تاني مرة لما تسمع ان خليل البونو في مصر الجديدة وانت في مصر القديمة تبقى تقف وتسلم. مية مسا يا شويش، انت مش عارفني ولا ايه؟ انا خليل البونو ابن الحتة وفتوتها. وانا حسن المصري، شويش الحتة وحارسها. مرحب. اصلي ما تشرفتش من معرفتك قبل كده. لا مؤاخذة، اصلي كنت بصايب في طرق. طب يكون في معلومك، طول ما انا هنا لازم تلزم حدك وتخليك في حالك وما تحاولش تخلي بالامن، والا بعتك تشتي في ابو زعبل. لا خفيف قوي، سائل قوي. كل واحد يشوف مزاجه. اه كبرنا يا خليل. تدعى السلامة يا ابو الهيل. اهلا. مساء الخير يا ست وحيدة. سلامة. الاوامر يا سلامة. ازيك يا سلامة؟ مرحبا يا خليل يا بونو. طب والنبي ما يصح، والنبي ما يليق. هو ايه الواد اللي ما يصحش وما يليقش؟ محل ده، انا مش من مركزك، مش من مقامك. ليه بقى سيد امك؟ يعني بروجرام وحش، خمره مغشوشه، مزه معفنه. بقى كده؟ اه وشرفك. طب اتنايل. ايه اللي تعبت بيها؟ يا الف حمد لله على السلامه يا استاذ خليل. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه استاذ خليل. تعرفاني يا معلمه؟ ولا نسيتي خليل البونو؟ حد يقدر يقف قصادي؟ خلاص يبقى اتفقنا. حلاوته. روح، ايه ده يبتليك بنزله شعبيه وسكته قلبيه يا بونو؟ يا قادر يا كريم. وسع للجدعنه، وسع للفتوانه. سلامات يا سامي. وحشتنا يا ضب. ده انت اللي وحشتنا يا حلو، يا اجدع بونو في البلد. نزل يا 3 كونياك. وكمان 3 كونياك. على حساب مين يا حبيبي؟ على حساب مين؟ على حساب المعلمه. مش كده ولا ايه؟ هو احنا نقدر نتاخر؟ اديهم طلباتهم. يدوم يا معلمه. ان شاء الله ينزل لهم بالسم الهاري اللي فرتك مصارينهم. انا مش شايف. هي مين؟ عزيزه يا مخ، لسه ما شرفتش. وزيها مهلبين المظيه. زيح في صحه عزيزه. عزيزه.
يا سما انا افطار شربات. لا يا شيخ. يا عز من عيني يا عزيزه. مساء الخير يا شويش حسن. مساء الخير يا عزيزه. قولي لي يا عزيزه، انا شايف كتير غريب في الحته، عصفوره عايشه في وسط الغربان، ايه اللي جابك هنا؟ اسمتش. وبتضيع صحتك بالسهر والشرب ليه؟ شغلتش. وايه اللي رماكي في الشغله دي؟ حوجتش. وعزمت يا تسبلي واروح من ان كتبلي فين يا عيني شوف المقدر وارد بيه يا عين. ومنين اجيب اللي يرحم ان شاء الله. يا قادر يا كريم. ست عزيزة. إيه؟ ملك يا ود يا سلام، اصفرت وحمرت وخضرت ساعة ما شفتني. ايه شفت عفريت؟ عفريت ابدا، ما فيش المحل عفريت ولا نص عفريت حتى، مفيش عفريت. سلامة عقلك يا سلام. يا عزيزة. افندم. بتحبي مين دلوقتي؟ بحب الفلوس. قصدي على الرجالة. اللي عنده فلوس. بتحبيه على طول؟ لحد ما شطب على فلوس. واللي ما حلتوش. ما حبوش. يا خسارة. اتفضل يا جميل. نعم يا وحش. ما تقعدي معانا خمسة. معاك تمنهم. امال جيبي السبع ما يخلاش. يا سلامة كونياك على السبع. واحد كونياك لست عزيزة. وتلاتة هنا. صلح المزة. وكتر الجمبري. يا كست عزيزة. كنياك يا سلام. واحد كنياك. بتأني السلامة. سلامة أنا مالك شوية يا سوسو. طبعا إذنك يا توت. لا هات كنياك يا سوسو. واحد كنياك للست عزيزة. والله الحلو استوى وطاب. والله ما حد استوى غيري. إلا هتستوى في حطب جهنم يا اللي ببالي. حتك على إذنك بقى الخمسة فات. ما تقعدي كمان خمسة. لا ما تستحملش، ده انت تعبت من كثير. فشر ولا دماغي خفيفة للدرجة دي؟ لا محفظتك اللي خفيفة. يا مثل عسل الابيض، يا مثل قشطة الدبل جرام. اهلا ازيك يا عم بريفكس طول ما انت جاري شرف بي. اسمع يا واد، اتنين في اتنين ابو كام؟ قول الحب. انا واخد جدول الضرب على جدتي. بتمانية يا غير العمدة. اضرب اتنين كنياك في اتنين كنياك وحطهم في كاس واحد وهاتهم للست عزيزة. هو بنمسي. مساء الخير. الحمد لله على السلامة يا سي خليل. كفارة يا بونو. اوعى يا بنت. بتزعلي كده ليه؟ مش قد المقام؟ ما محصلش يا عزيزة. عزيزة؟ عزيزة دي برقبتك وبرقبة الصالة كلها، دي فاتحة 12 كاس في 10 دقايق، دي كنز. على إذنك يا عم. لا ما هو بدري، استحملي اشربي، دور كمان يا واد سلامة. يفتح الله أنا حرقش. هترقصي؟ أحب الفرفشة، أموت بالنعلة يا حلاوتك يا زوزو. رقصة والنبي. عزيزة.
معلم. احب اكل البلوزه. لا يا شيخ دي ناشفه على اسنانك. كان بدي احط بدل الفلوس عينيا. ما تنفعش عينيك ماسحه ما تتصرفش. قول يا عزيزه. ماشي يا معلم. شيل اللي هو عايز. تشكر. نص فرانك اهو بحاله عزيزه. طب وليه البعزه دي كلها؟ معلش يا زوزو. نص ريال علشانك. عشت. 132 وشلم 137. اتفضل. ايه؟ اهلا يا عمده. اهدي. 10 صاغ من بابها. ما تنفعش، انت مش حافظ جدول الضرب؟ حافظه قوي. طيب اضرب 3 في 10 بكام؟ 3 في 10، 3 في 10 ب 50. صح، ايدك على 50. بطلي والله ما تغلى عليك يا عزيزه. 145. بلى يا ست. تشكر. اتفضلي يا معلمه. بابي كام؟ 185 قرش. ودول حطاهم في علبة ليه؟ يوه كانوا بردانين. خد ادي نص النقطة اهو. وبقيت حسابي انا بقالي تلات جمعة ما حسبتش. بكرة؟ لا ما استناش لبكرة، انا عايزة فلوس، محتاجة لفلوس. يا بنت انت بلعت فلوس، كل سختك قشرة ومش باين عليكي نعمة، بتودي فلوس كفاية. بحطهم في بطرمانات وبعملهم ترش. قلت لك بكره يعني بكره. ايه عايزه الفلوس الليله تعملي بيهم ايه؟ عصير الكوبري عصير النيل. هتديني النهارده الفلوس ولا ما اجيش بكره؟ ان كان يخلص يخلص. سلامه. ودي يا سلامه. ايوه يا ست. هات حساب الست عزيزه من الباب. ليه بس يا ست؟ مالكش دعوه. ماليش دعوه؟ الحق عليا. منولي كان بتاع ست عزيزه. المكاد يا ست. ما تخلي فلوسك هنا بنت الحلال في الحفظ والسوق. مش شغلك. انا قلبي عليكي، الدنيا ليل ولاد الحرام كتير والعفاريت خرجت من امائنا. عفاريت يا نطاطك، انا عايزه فلوسي، ما تديني فلوسي. انت حره، احنا قلبنا عليكي. اتفضلي. فلوسك اهي. 10 15 16 17 75. هاتي. روحي يا شيخ الهي، ما تكسبي منهم ولا تربحي ولا تاكلي ولا تشربي ان شاء الله يا ادم يا كريم. يا حبيب عيني. نظرة يا عز. يا هوا اللي بني يا بلعلة قلبي يا بلعلة. والله سلامات. ايه الجمال ده كله؟ ابعد عني، انت عايز مني ايه؟ الله 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 الله، ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامه يا بونو. اخص عليك يا عزيزه. انا مش عايز اعرفك، مش عايز اشوف وشك تاني. ما هونش عليك يا عزيزه، ما اقدرش ابعد عن الوش الحلو ده والقوام المياس والكنز اللي كله ذهب وفلوس. ده فلوسي 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 يا حرام يا خطاب، فلوسي. ده انا لمسهم بعرقي وشاي. فلوسي. ده انا محتاج لهم اكتر منك، خارج من السجن ما حلتيش اللظى. فلوسي يا حرام يا نصاب. اوعي من وشي. اوعي من وشي. اوعي من وشي. اوعي فلوسي. فلوسي وفلوسك. واه فلوسي يا حرامي. خليتك بعافية. انا هوديك في داهية يا حرام يا قليل العقل. يدون يا رد السجون. شيطاني عزيزة، انت بدك عايزة خليل البول. اوعى يا اخي من وش. اوعى. مكتريش معايا يا عزيزة. حرام عليك، انا محتاجة للفلوس دي. ابوس ايدك ابوس رجلك.
تعرف ان حلاوتك بتزيد اما بتعيطي. عيطي كمان يا عزيزه. فلوس يا مجرم يا حرامي، فلوسي. انت فاكرها ايد عزيزه؟ دي ايد خليل البونو. جرى ايه؟ سلامة ايدك. لا مفيش، اصل قطة سعرانة خربشتني. ما هو المثل بيقول عكس القطة تخربشك يا خليل. تسمح بقى عن اذنك؟ على فين؟ اتفسح اشم الهوى. ابن حلال تعال نشم الهوى سوا. لا انا عاوز اشم الهوى في الحارة دي. لا سيبك من الحارة، الهوى جامد عليك يمكن يلطشك. قصدك ايه؟ ما هو ينشم الهوى في الشارع يرجعك ابو زعبل تشمه. لا اشمه معاك. عاوز هنا وتعالى عندنا مشي وانا وانت نحب بعضنا. ايه الوش الحلو ده. متشكرة والله، أصل الشغل في المستشفى عندنا كتير قوي وبنسهر لحد الصبح. الله يكون في عونك يا بنتي. مفيش ولا يوم أجازة؟ مفيش، لأن العيانين اللي أنا في وسطيهم ما بياخدوش أجازات. على كل حال أنت كممرضة بتأدي أكبر عمل إنساني، أنت ملاك ملائكة الرحمة. أنا متأسفة يا حضرة النظرة على تأخيري لدفع مصروفات زينب. اتفضلي القسط الأخير. أنا أهنيكي على أخلاق زينب واجتهادها وخفة روحها. البركة فيكي طبعا يا حضرة النظرة، والله ممكن أشوف زينب. بكل ممنونية، ربنا ما يحرمكوش من بعض.
فندم يا حضرة النظر. خدي عزة هانم خليها تقابل زينب وتخرج معاها وتقضي النهار كله اياه. حاضر. اتفضلي يا عزة هانم. انا متشكرة قوي يا حضرة النظر. مع السلامة يا بنتي. الله يسلم. لحظة من فضلك. يوم الخميس الجاي حفلة المدرسة السنوية والطالبات هيمثلوا استعراض جميل قوي، وأكون سعيدة لو شرفتينا. إن شاء الله. اتفضلي. متشكرة قوي. مع السلامة يا بنتي. الله يسلمك. ملاك. وحشاني وحشاني قوي يا حبيبتي يا اختي. انت وحشاني قوي وحشاني موت. وعلشان كده هفضل معاكي طول النهار. هنا في المدرسة؟ لا، هتفسح معاكي في حلوان. يلا روحي قوم غيري هدومك وتعالي بسرعة. احبك يا اختي، اموت فيكي يا اختي. فلتعيش اختي، فلتحي اختي. اديني جيت اهو. يلا بينا يا اختي. مين؟ شو مش حسن؟ عزيزة؟ ايوه. ايه اللي جابك حلوان يا شويش حسن؟ جاي تزبط حد؟ جاي تفضح حد؟ حد الله ما بيني وبين فضايح الناس. انا جاي اخد امي، كانت عينة بالروماتيزم وبتتعالج هنا في حلوان. لكن دي اختي زينب، تلميذة انا تالتة داخلي. ما شاء الله ما شاء الله. انا واخده النهارده اجازة من المستشفى عشان ازور اختي. اجازة من المستشفى؟ ايوه، المستشفى اللي بشتغل فيها ممرضة. المستشفى. اهلا زينب، حصلت البركة. الله يبارك فيك يا حضرة الشويش. على اذنك بقى، العربية بتستنانا. تفضلوا، مع السلامة. يلا يا عزيزة. انا متشكرة يا شويش. حظ لا يا عزيزة. لا حول الله. عايز اسألك سؤال. اسألي يا روحي. شويش جميل طويل عريض، يبقى مين؟ يبقى الشويش حسن، شويش المستشفى. ده بيحبك قوي يا عزيز. بيحبني يعني ايه؟ ما عرفش، لكن ده كان بيبصلك بعينيه كل بص واختها تفيض حبا وغراما وهياما. عيب اختشي، ما تقوليش الكلام ده يا زين. انت هتيجي حفلة المدرسة يا اختي؟ ان شاء الله يا حبيبتي. اوعى تتأخر، اوعى ما تجيش، احسن اهالي البنات كلهم جايين. ما تخافيش يا حبيبتي، ما فيش حاجة تحوشني عنك ابدا، هجيلك ضروري. خليل! وديت الفلوس فين؟ هي فلوسك يا حرام يا مجرم، دي من شقايا ودمي وعرقي. انكتمي! وديت الفلوس فين؟ انطري! اتكلمي! يا ظالم يا مجرم! حرام عليك، حرام عليك. يا مجرم يا ظالم. ابو جبل يا خليل. شويش يا خليل. العادي شويش حسن. يا مجرم، حرش يا ربيك. سيب يا شويش، ما اقدرش انا بدي ايدي على الحكومة. ما اقدرش انا اقول لك يا شويش. يا شويش، يا شويش حسن، يا شويش حسن. انا والكاس سهره بالليالي.
ننسى الناس ونهرب من زمن قاسي. يا كاسي يا كاسي يا كاسي المر يا كاسي. أنا والكاس بننسى الناس ونهرب من زمن قاسي. يا كاسي يا كاسي يا كاسي المر يا كاسي. تكم الدنيا هي تسوى تكشيرة؟ لا. تسوى تبويزة؟ لا. تسوى تعريفة؟ لا. طب دق يا ريس. شنقن هتموت الليلة وخلاص. خلاص يا معلمة هيقتلوها الليلة يا معلمة. يا خسارة شبابها يا معلمة. هي مين يا واد؟ فنيان المطرح عشان عيدان المحل. عزيزة من اللي بلغك الخبر المقندر ده؟ سابعوا الضبع. سمعت بودني دي ولما كدبت ودني دي فتحت ودني دي لقيت ودني دي سمعت اللي سمعته ودني دي. يا اخي جاتك رصاصة لما تخش في ودنك دي وتخرج من ودنك دي. خليل البونو اللي هيعملها يا معلمة. خليل البونو خليل البونو يضرب يعور انما يذبح لا. اصلب طولك يا دهل. يعني ايه ما نبلغش البوليس؟ لا ما فيش لزوم. اخر الليل تروح توصلها لحد بيتها. اوصلها بس يا معلمة خليل البونو مش قد يا معلمة. اخلص وانكشف من قدامي. قد كنا نوايب والمصايب بالزكايب ان شاء الله يا قادر يا كريم. ارجع معايا يا عزيزة انما يجينا في المحل واشتري امرك. ما تخافش خليك راجل امال. ما انا راجل اهو بس انا هرجع عليك. مساء الخير. مساء النور يا شاويش حسن. الحمد لله هو ربنا بعت لنا النجده من عنده. ايه الحكايه انتوا مستنيين حد؟ ايوه شاويش حسن مستنيين حضرتك. والنبي يا شاويش حسن ما تسيبش عزيزه تروح لوحديها في الضلمه احسن خلي لي البن ويأذيها. اطمني يا عزيزه انا حصلك لحد باب البيت. اتفضلي. ربنا يخليك يا شاويش. يا
ايه اللي رماكي هنا؟ اللي رماني هو اللي رمى كل بنت تفتح قلبها وودانها للوعود الكذابة لحد ما تقع ويندحك عليها ويصبح شرفها أرخص من التراب. لكن ايه اللي حرفك في جهنم ونار؟ فرش لأرض الحرم بالورد وأتى بالورد تحت منه نار أيضا، شغلني في البراد والصلاة وتاجر في شبابي وجمالي وعشت في جحيم وأنا خايفة منه. لو اشتكيت يضربني ولو بكيت يعذبني. فكرت كتير في الموت عشان ارتاح من الذل والعذاب اللي انا فيه، لكن فضلت صبر على وعدي علشان خاطر اختي، اختي زينب اللي ملاش حد يربيها غيري. وما قلتش لخليل ان ليا اخت بتتربى في مدرسة داخلي في حلوان، لا يرميها في النار زي ما رماني واتقبض على خليل واتحكم عليه بثلاث سنين سجن. حمدت ربنا وفضلت اشتغل ليل نهار عشان اجمع اكبر مبلغ يساعدني على دفع مصروفات زينب، وعلشان اضمن لها المستقبل النضيف ولاقيلها ابن الحلال اللي يسترها ويحميها من مصايب الدنيا. انت انسانه نبيله، مظلومه من الناس ومن الدنيا. انا ليل ونهار برقص في الم وعذاب زي الفرخه المذبوحه، وبطلب من ربنا يتوب عليا ويرحمني. ربنا كريم يا عزيزه، هو اللي يرحم المظلوم ويتوب على العاصي. تتجوزيني يا عزيزه؟ انت تتجوزني انا؟ وليه لا؟ ازاي تتجوزني وانت عارفني كويس؟ انا راضي يا عزيزه. انا رقاص وانا انسان. انا رخيص. انا مسامح. مش معقول، مش معقول تربط حياتك بحياه واحده لها ماضي وحش وحاضر مظلم ومستقبل يعلم بربنا. انا حنسى الماضي والحاضر وحوصلك المستقبل السعيد. مش معقول تغفر لي بالسهوله دي. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيسامع عباده ويقبل منهم التوبه، ابقى انا يا انسان يا بسيط مش هقبل منك التوبه واساعدك على الحياه الشريفه؟ ولا انا مش عاجبك يا عزيزه؟ بالعكس، ده انت تشرفني يا شاويش حسن، ده انت ترفع مقامي. لكن ايه؟ لا مؤاخذه، انت ماهيتك كام؟ 6 جنيه في الشهر. 6 جنيه؟ ده انا بدفع مصاريف اختي زينة في المدرسه 15 جنيه. لكن اوعدك هكون لك لوحدك اول ما اطمن على مستقبل اختي زينة. تصبحي على خير يا عزيزة. وانت من اهله يا شوش حسن. السلام ورحمة الله وبركاته. خد انفخ. كتر خيرك، ربنا يخليك. قول لي من فضلك. اسأل وانا اقول لك. انا جاي من طرف عزيزة هانم علشان اقابل اختها ست زينب، وجايب لها معايا علبة الشوكولاتة دي. احنا نشيلك فوق راسنا. انا عرفتك. عرفتني؟ انا مين؟ مش حضرتك الدكتور اللي بيشتغل عندها ست عزيزة هانم الممرضة؟ ايوه. لا انا التمرجي. هي زينب دي شكلها ايه؟ شكلها دي احسن تلميذه، اشطر تلميذه، دي بنت متربيه زي اختها عزيزه هانم الشريفه بنت الاكابر. مظبوط، شريفه وبنت اكابر. ايوه خد بقى اديها العلبه دي وقول لها اختك بتسلم عليك. لحسن انا مستعجل. سعيد، مع السلامه يا تمرج. حسن يا خولي يا خولي الجنينة يا حسن، أحبك يا أبو علي واتدلع يا حسن، وأحبك يا أبو علي واتدلع يا حسن واتدلع يا أبو علي. مساء الخير يا أحسن توحيدة في الدنيا. يا مساء الفضل يا أبدع بونو في البلد.
يا مس الزفت يا مس الاسرار. الله يخرب بيتك وبيت ابوك وبيت جدك واللي خلفوك ان شاء الله يا قادر يا كريم. لسه بدري، رايحه فين؟ سيبني. ما تكشرش يا جميل، اضحك كده وبر بخاطر بحسيبك. انت عايز مني ايه؟ عايزك تقعدي معايا نشرب كاسين. انا ما اقعدش مع المجرمين اللي زيك. العفو يا برنسيس عزيزه. لا مؤاخذه انت خليل، انت عزيزه العمده بتاع كل يوم بيسال عليك. بقول لك اقعدي. وان ما قعدتش هتعمل فيا ايه؟ حلوان فصحة حلوان ومدارس حلوان وتلاميذ حلوان وجوافة حلوان. اعمل معروف، سيبني بقلبي وشقاي، مالكش دعوة باللي في حلوان، دي بريئة، دي ما عملتلكش حاجة. اعمل معروف، ما تكسرش قلبها، ما تجرحش كرامتها. هبوس ايديك، هبوس رجليك. بس بقى قطعت قلبي. هو انا برضو قلبي طوعني واقول للجماعه اللي في حلوان على صنعتك وشغلتك في الاسبكيه؟ مش معقول، انا عندي ضمير حي. وايه التمن اللي انت عايزه؟ يا سلام يا عز، تعجبني فيك الحداقه. انا مش عاوز منك حاجه ابدا، انت فقيره وغلبانه ومحتاجه للقرش اللي بتكسبيه عشان تصرفيه على اللي في حلوان، على زينب يعني. مش معقول، مستحيل مستحيل الكلب اللي زيك يسيب العظمه ولو كانت في بق اخوه. ومين قالك ان حاسبها؟ انا بس منظر على عظمه بقري، على عظمه مغذيه. قصدك مين؟ قصدي صاحبنا يا العمده. اجيب لك ايه يا جنب العمده؟ هات لي عزيزه اهو. جبر لا عزيزه. ده راجل طيب وعلى نياته، عايز منه ايه؟ عاوز يدفع ثمن سكاتي. انت بعد ما تجنسيه والمحل يشطب تاخديه معاكي يوصلك لحد البيت. اخرس قطع لسانك، انت عارف اني ما اقبلش ابدا حد يوصلني. وانا كمان ما اقبلش ابدا. انا راجل كل شهامة، انت عليك تمشي معاه لحد ما يخش الحارة الضلمة وتسلمين البضاعة وانا اعرف شغلي. انا افضل الموت ولا كنت شريكة مجرم زيك. انت حر، بس انا بقى بكره هروح اشم شويه هوا في حلوان وافوت على مدرسه بنات العائلات واقول لهم على عائله التلميذه زينب عبد الحميد. امرك يا خليل، فيه اللقوه منك ربنا يحاسبك ويجازيك يا ظالم. يا مس القطن السكلاريدز، اتفضل يا دميل. واه سلامه. ايوه جاي. ايوه جناب العمده، حفظت جدول الضرب زين ولا لا؟ صم يا جناب العمده، التنين في التنين بتمانية. مظبوط صح، عشرة على عشرة. اموت في الموسيقى الصمت. سلام. خد الورقة دي اديها لشاويش حسن اوعى خليل يقطع عليك. بس كده انا اجي الاتنين وكمان اتنين كنياك في اتنين. ما بدري يا سي خليل افندي. لا هروح تعبان شوية. ايه اللي هتتعب؟ ما تقوم ويطلع عليك النهار يلوك في الكفن مبروم ان شاء الله يا قادر يا كريم. راح فين يا وقت؟ مش راح سخيت، انا جاي، انا محسوبك سخيت. ايه اللي مخبيه في ايدك ده؟ مفيش حاجه. وريني. مفيش فاضي. وريني. فاضي.
وايدك التانية. مفيش حاجة. وريني. وانا وريني. ولا وريني. بس بحضرتك. وريني. ايه وريني اللي بتعمله. ولا وريني. وريني. مش بتاعته ده بتي خليل، دي بتاعت واحد زبون بعتنا عشان اجيب له سجاير، واحد اخد رنالي. امال كنت طالع تجري ليه؟ انا كنت مستعجل، مستعجل قوي. كانت كفيله. شيء مهلوع. يا ترى انت فين يا شاويش حسن؟ حلالي بلالي وفاني الدميال. صدعني بيده كساد زمزميل. حلالي بلالي وفاني الدميل. صدعني بيده كساد زمزميل. يا الله انكتب انكتب ولا موتوني. كتر خيرك يا شويش. سلام عليك بعد. لا انت بتتفضل معايا على الاسم علشان ناخد اولها. ايه طيب. حلالي بلالي وفاني الشويش. وبعد النهاردة حروح مدريش. اشرب من دمك الخاينة. بلغ البوليس عليا. لكن قبل ما ترميني في السجن هرميكي بالقبر. اخي ليلة في عمرك يا خاينة. مش انا. مش انا. حرام عليك. ده انا وليا. اعمل معروف. اتفضلي معانا على القصه. انا مظلومه. انا ما عملتش حاجه. انا اللي بلغت عنه. فوتي قدامي قولي الكلام ده بالقسم. عمرك حاضر. انت عالم يا رب. مظلومه ومالي الذنب. اتفضلي يا هانا. جرى ايه؟ في ايه يا زينة؟ في شاب بري حضرة النظرة. جميل قوي حضرة النظرة ودمه خفيف قوي. عايز يقابل حضرتك. ايه الكلام الفارغ ده؟ تتجننت يا زينة؟ مين الشاب ده؟ انا حضرة النظرة. مين؟ ابني منير. الحمد لله على السلامة يا منير. وحشني قوي يا حبيبي. انت اللي وحشتيني قوي يا نينا. الحمد لله على السلامة يا منير. الله يسلمك يا نينا. وحشتيني. انت اللي وحشتني يا حبيبي. وحشتني قوي 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 قوي. تفضل. تعال تعال اقعد جنبي. تفضل. تعال يا حبيبي اقعد جنبي. تفضل. وحشتيني خالص. انت اللي وحشني يا حبيبي. بقى ازاي تيجي من السودان يا ولد انت من غير ما تديني خبر؟ حبيت اعمل لك مفاجأة. لكن انت مهندس راي، ازاي تسيب شغلك؟ الحق عليك انت يا نينا. عليا انا؟ ليه؟ الجوابات اللي بعتها لي هي اللي خلتني اطلب اجازه واجي على مصر عشان اشوف العروسه اللي عجبتك وشغلتيني باوصافها المدهشه. اذا انت جاي وناوي تتجوز؟ ده بعد اذنك طبعا. بس عايز اقول لك ان الاجازه بتاعتي تنتهي بعد اسبوع. يا دوبك نكتب الكتاب ونعمل الفرح واخد عروستي تحت باطي وهنا هوب على السودان. من حسن الحظ عروستك كانت معاك دلوقتي. هي عجبتك؟ اللي وصلتني لحد هنا؟ دي بنت يتيمة ملهاش حد في الدنيا أبدا غير أخت واحدة بتشتغل ممرضة. مثال النبل والشرف والأصل الطيب. يا سلام. طب أشوف أختها إمتى
عشان نتكلم وننتهي بسرعة. على كل حال النهاردة بالليل حفلة المدرسة الثانوية، وعزيزة هانم أخت زينب لابد ما هتكون موجودة. عال دي فرصة كويسة عشان تعرفيني بيها. إن شاء الله. تأكد يا منير إنك مش هتلاقي زي زينب أبدا، بنت شاطرة ولطيفة وعفيفة. برافو عليك يا نينا، يلي كلك ذوق يا نينا، يا حلوة قوي يا نينا. دلوقتي تتطرق على البيت، من صح الشاب شقي زيك يستنى في مدرسة البنات. حاضر يا حضرة النظرة. عشان سواد اسمتي نوحي يا عين نوحي، ما انا ابني من دنيتي غير ذل وجروحي. ايه وحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ما جاتش السجن قبل كده؟ ابدا دي اول مره اخش. وبتعيطي؟ امال لو خدت سنتين في سجن طرق ولا 16 في ارمدان كنت عملت ايه؟ هو ده سجن؟ ضرورة اطفال. خدي خماتي. العفو، كله سلف ودين والسجون كتير ومصرنا هنتقابل. رواقي عزيزة. سلامة ستي توحيدة. ربنا يأذي اللي أذاك ويرمي اللي رماك ويفضح ما يحن عليه كلب رومي ولا فرخة فيوم. إن شاء الله يا قدر يا كريم. شد حيلك عزيزة، الحمد لله جت سليمة. أنا اديت الورق لشاويش حسن. أمال فين شاويش حسن؟ ليه ما جاش يخرجني من هنا؟ هو قال لنا نطمنك مفيش أي حاجة ضدك أبدا، كلها كام سيم وكام جيم وتطلعي بالسلام. عزيزة انا جبتلك علبة سجاير وكم حاجة من اللي بتحبيهم، خدي بقى على ما قسم الجودة من الموجودة. انا مش عايز اكل ولا اشرب، انا عايز اخرج من هنا، انا عندي مشوار مهم جدا مهم قوي. وليه المشوار ده فين وانا اروح بدالك؟ ما اقدرش، ده انا لو ما روحتش النهاردة هكون سبب في تعاسة. طمني وقول يا رب. يا رب ده انت لو ما خرجتيش الليلة هتتقفل الصالة بالضبة والمفتاح، النبي تقفلها في وشك ويبتليك بسكينة في كرشك يا خليل يا بون. ان شاء الله يا قادر يا كريم. بابا جه بابا جه. ماما يا حبيبتي انا اخلي قاعد كده بقى. أحييكم وأرحب بكم، وسوف تقدم الطالبات لوحة استعراضية أرجو أن تحوز رضاكم، وكل عام وأنتم بخير.
عطشان عطشان. ليه بيقولوا عليك حيوان؟ مش حيوان انا انسان. عطشان عطشان عطشان. خد من ايد البر امان يظهر انه صحيح انسان. طبعا هو صحيح انسان. نقص محبة نقص حنان. انا حرقص لك رأسك نان. بس الرقصة تكون في جان. عيد الرقصة جنان في جنان. شايفة البت السمرة؟ شايفاها ولا بتحط لا روج ولا بودرة؟ محلاها في
انا كل مناية يا عزيز اشوفك سعيدة وبارك مرتاح وقلبك مطمئن. اطمن ازاي؟ انا خايفة لا يكون خليل فضح سري في نفسي. مش معقول، اديك راحة بنفسك وربنا يطمنك. اسفة يا حبيبي عشان ما قدرتش اجي حفلة امبارح، اصلي كان في المستشفى عندنا عملية خطيرة خطيرة جدا. زين انت مبوزة ليه؟ زعلانة مني؟ انا كنت اتمنى اكون جنبك في الحفلة عشان افرح بيك، لكن اعمل ايه؟ انا مضطرة اضحي بهنايا وسعادتي عشان اسعد غير. انت ليك الجنة يا بنتي، وتأكدي ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. سامحيني يا اختي، انا دلوقتي عرفت ماليش حق ازعل منك، حقك عليا. ودلوقتي بقى هنخش في المهم، بقى انا كنت منتظرة حضورك امبارح عشان اكلمك في مسألة تخصك انت واختك. خير يا حضرة النظر. بقى يا ستي في شخص جالنا امبارح. مين هو؟ وعايز ايه؟ قال لكم ايه؟ الكلام في الموضوع ده، ويستحسن تقول لك عليه زينب بنفسها. لو النبي حضرة النظر كلمي يا حضرتك، قولي لها حضرتك. لا انا افضل اسيبك مع اختك تكلمي بحرية من غير ما تدخل انا في الموضوع، عن اذنك. هو جه امتى؟ امبارح. وقبل النظرة؟ مفيش مستحيل، ده شاب ظريف قوي كأنه متفصل علي. الانسان ما يليقلكيش، ما يليقلكيش ابدا يا زينب، ده مش ممكن، مش ممكن ابدا. انا عارفه انت بتعرضي ليه، انت مش عايزاني اتجوز قبل انت ما تتجوزي، وانت مش لاقي حد يتجوزي، انت انانيه، انت بتحبي نفسك. ابدا انت غلطانه يا زينب، انا بحبك انت، بحبك اكتر من حياتي وروحي، لكن ده شيطان، ده مجرم ما عندوش ضمير. ازاي تقولي عليه كده؟ انت تعرفيه منين؟ اسمعي يا حبيبتي، انا اكبر منك وافهم اكتر منك، انت لازم تنسي الشخص ده، تنسيه ولا تفكريش فيه ابدا. ما اقدرش، ده مستعجل قوي، ده عايز يتجوزني الجمعه دي وياخدني معاه على السودان. السودان؟ ايوه، ما هو بيشتغل هناك مهندس ري. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ امه. امه؟ اه، ام حضره النظر. منير ابن حضره النظر؟ أحمدك يا رب، سامحني يا رب. ألف مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي يا زينة، ألف مبروك يا حبيبتي. إيه رأيك يا عزهانم، عجبك العريس؟ ده شرف كبير يا حضرة النظرة. العفو يا بنت العفو. دي زينب مش هتلاقي في الدنيا كلها ام اشرف واحن من حضرتك. متشكره قوي يا بنتي، انا كنت عايزه اعرفك امبارح بابني منير في حفله المدرسه، لكن من سوء حظه انك ما حضرتيش. ده من سوء حظي انا يا حضره النظر. على كل حال انا عزماكي انت وزينب على الغدا بكره عشان اعرفك بمنير وتحددوا ميعاد كتب الكتاب بعد يوم ولا اتنين. يوم ولا اتنين؟ هو مستعجل كده ليه؟ مستعجل جدا، وكمان عاوز ياخد عروسته يسافر على السودان في نهايه الاسبوع. وكمان خير البر عاجله. احمدك يا رب، احمدك واشكرك، الف مبروك، الف مبروك يا حبيبتي يا اختي يا زينب. هاتي بوسه. يا الف ليله بيضه، يا الف مبروك. مبروك يا عزيزه. ربنا لك يا عزيزه. مبروك ومبروك ومبروك. هلا انت بتباركوني على ايه؟ على الهم اللي انزال، على الغم اللي انزال، على النكد اللي انقطع خبر، على رمي الخيل بونو في السجن. عظام ده هي اللي ترجعوا. يا الف حسن على السلامه يا مبروك يا حبيبي، دعوك يا امر هالليل. مبروك يا عزيزه. Ah!
يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا تعال يا اللي خيالك راح ولا جاني ولا جاني ولا جاني ولا جاني ولا ونعيد ليالي الهوى ونعيد ليالي الهوى يا يا حلو من تاني حبل الوداد انقطع والشوق ما حيرني والشوق ما حيرني والشوق ما حيرني وفضلت اضرب وادع يمكن يصبرني يمكن يصبرني يصبرني حلفت ليه يا جدع حلفت ليه يا جدع تهجر وتنساني تهجر وتنساني تعال يا اللي خيالك راح ولا جاني ولا جاني ولا جاني ولا جاني ولا لكن ما تسمعش لكن ما تسمعش خلي بعادك يطول لكن ما تقطعش لكن ما تقطعش خلي فؤادي ينول خلي فؤادي ينول من بعد حرماني تعال يا اللي خيالك راح ولا جاني ولا جاني ولا جاني ولا يا يا جاني اسمع يا جرسون ايوه احنا عاوزين الست اللي كانت بترقص تيجي تقعد معانا بس غلط الست يا جرسون مش كده يا جماعه قالوا شويه احطها في طبق واجيبها لكم هو الولاد النهارده بكام هو العسل يقرب لك ايه هو المشي يقرب لك ايه يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا قياس يا حلاوة سلام جلوس ازازة كونياك يا سلام ازازة كونياك اكسر على خمسة وسلحه مش برضو بتشرب كونياك يا سمكي خبر كونياك ده جامد عليا يا ستي هما
فاضي. يا حلاوة الكلب يا جميل باشا. يا بختك. يلا على فوت. على فوت. وانت على تشرب؟ على كيفك في ساحة ابو وشي معاك. مساء الخير. يا مساء الجمال. امشي يا بنت حد نادى هيجدوا الزباين. انا جرايه استعذير دول كتير عليك لازمهم بالنص. بلاش تلاقيح جيتك. امشي يا بنت دول زباين وضاف ما يقعدوش مع اللي زيي. امال يقعدوا معاك انت يا بنت الفاميليات يا صاحبة خليل البونو البلطجي رد السجون. اخرسي سعدانك انت هتمشي من هنا ولا داتش اللي داد على نافوخ. مفيش لزوم الخناق. سامحيني عشان خاطرنا. بس هولي وهدي اعصابي. خليهم لك اسبعي بيهم. ما يحكمش. ما بقاش الا الشرشوحة دي كمان بتاعت السبات. يا حفيظ. يا سلامة. ازازة الكونياك بدل اللي اندلقت. اندلقت؟ اندلقت. يا بينا يا جماعة. انا ما اقدرش اصحى اكتر من كده. والنبي بتقعد كمان شوية اسمكي وانا هرقص لك رقصة تانية. ايه كتر خير. خوي ده الشاب. كتر خير. ايوه الحساب على 2 جنيه ونص بهوات عند مين؟ طبعا عندي انا. ابو تعالف اليوم. ادي 3 جنيه وخلي الباقي على الشنب. بالسلامة بيه. شرفتم وزورنا كل ليلة. اهلا وسهلا. مع السلامة بيه. اهلا وسهلا عزيزه هاني. شرفت بيتنا بزيارتك. العفو يا حضره النظر. انا اللي اتشرفت بدخول بيتك. الف مبروك الف مبروك يا سيدي. عقبالك يا اختي ان شاء الله يا رب. الله امال فين العريس؟ بيلبس ويتهيأ يا ستي عشان يبان حلو في عينين العروسه. اهو بسلام تشرف اهو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. فرصه سعيده يا هاني. أنا شفت حضرتك قبل كده؟ أبدا. غريبة. أنا فاكر إني شفتك. أبدا. دي لازم واحدة تشبه لي. أنا بشتغل ممرضة. ممرضة؟ عال ده أنا محتاج لممرضة ودكتور ومستشفى بحاله. اتفضلي اتفضلي سريعا. آه يا دماغي سلامتك يا ابني. مالك يا سمنير؟ صداع صداع مؤلم حيفرتك دماغي. ومن إيه جالك الصداع ده؟ من سهرة امبارح. الله ينعلها سهرة. انت كنت سهران فين يا منير؟ كنت سهران في محل قذر مع شله من اصحابي وسقوني ابني بالعافيه بيره وكنياك وقرف. مش عيب تشرب خمره يا منير؟ انت من امتى بتشرب خمره يا ابني؟ توبه يا نينا توبه. لعن الله الخمر وحاملها وساقيها وبائعها وشاريها. لا احنا لسه على البر. انا مش عايزك تسهر في محلات بطاله زي دي. فاهم يا منير؟ حاضر يا فندم حاضر. والله انا مش متعود على الشرب. مش فاكر رحت فين وشربت فين ومش فاكر قابلت مين ولا كلمت مين. مش فاضل في دماغي من سهرة امبارح غير حاجة واحدة بس. ايه؟ الصداع. اتفضل الغدا جاي. اتفضل يا زين. وبكره بعد الظهر نكتب الكتاب وبعد 3 ايام منير ياخد عروسته ويسافر على السودان. يا بسرعه كده؟ الله ما هو اختي ما عندوش اجازه اكتر من اسبوع. وما اقدرش اسافر من غير ما اخد معايا النص التاني النص الحلو. ربنا يهدي سركم ويسعدكم ويهنيكم. وحضرتك مش متجوزه يا عزيزه هانم؟ مخطوبه وان شاء الله حينكتب كتابي بعد جواز زين. الف مبروك يا اختي. ومين عريس الهنا بقى؟ لازم الشاويش حسن. ايوه هو يا زينب. راجل طيب وامه ست صالحه. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا حضره النظر. عال عال. اذا انا عازمكم انتي والشاويش حسن تقضوا شهر العسل عندنا في السودان. ان شاء الله. هتنبسطوا جدا من مناظر السودان الجميله واهلها الطيبين. بس على شرط يا منير مصاريف الرحله ذهابا وايابا على حسابك. طبعا طبعا. انا الليله دي اسعد واحد في العالم بعد ما عرفت ان اختي هتتجوز. الحمد لله الحمد لله ربنا استجاب دعائي وريحني من عيش العار اللي كنت عايشه. وحتى دلوقتي ان قلبي مليان نور وايمان بالله. ربنا سبحانه وتعالى واسع المغفره. احمدك يا رب. انا من النهارده هعيش طاهره شريفه نظيفه ست بيت. بيتي انا؟ انت وعدتي تتجوزيني بعد ما تطمني على اختك. فاكره يا عزيزه؟ فاكره. ومن النهارده هكون خدمتك يا شويش حسن. ما تقدريش تصوري قد ايه والدتي الحاجه حبيتك من غير ما تشوفك. انا ليا الشرف ان ابوس ايدك. اذا بكره ان شاء الله بعد ما ترجعي من الحلوان تشرفينا بزيارتك نتعشى سوا. انت فاكره العنوان؟ حاضر ان شاء الله. ومن بختك عندنا بكره في الحرم مولد وذكر ومديح
واناشيد من الشيخ الفيوم. والشغل والسال؟ لا لا لا، من الليله دي مفيش شغل، انا راجل ليا كرامه وما احبش ان خطيبتي ترقص البراد. يا سلام، انا طول عمري محرومه من الانسان اللي يغير علي ويعتبر كرامتي جزء من كرامته. اشكرك يا شيخ. استغفر الله استغفر الله.
اللي بتخبط. حاضر. مساء الخير. مساء النور يا بنتي. حضرتك الست عزيزه. ايوه وحضرتك والده الشاويش حسن. تمام. انا امه وهو ابني. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تمام زي ما وصفك حسن، جمال وطول وخفه. اتفضلي اتفضلي يا بنتي اتفضلي يا شاويش حسن. يا ولدي حسن، عروستك وصلت بالسلامه يا ابني. اهلا وسهلا مرحبا. خطوة عزيزة يا عزيزة. ربنا يعز مقدارك يا شاويش حسن. ربنا يعزك يا بنتي ويهنيكي. اتفضلي 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 يا بنتي اقعدي. ازاي صحتك دلوقتي يا نينا؟ مش الحمد لله الروماتيزم خف؟ الحمد لله يا بنتي، البركه في حسن ابني، وداني حلوان وخففني، ربنا ما يحرمنيش منه ولا من حنيته. عن اذنك يا بنتي اروح احضر لكم العشاء. اتفضلي. ايه اخبارك يا عزيزه؟ الحمد لله خير، سعيده وفرحانه كاني بحلم في حلم جميل. اطمني، ان شاء الله الحلم الجميل ده هيستمر طول العمر. ربنا يسمع منك. ايه اخبار زينب؟ الحمد لله، بكره بعد الدور هنكتب كتابها، ولازم تحضر معايا بصفتك خطيبي. الف مبروك، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. بيقولوا في المثل ان كانت حماتك تحبك اكلها يسر قلبك. ايوه بس على الله ما تكونيش كترت الشطه في الاكل زي عوايدك ياما. ليه يا ابني؟ هي الشطه مالها وحشه؟ طبعا مش كويسه علشان صحتك. يا اخويا انت شاويش ولا دكتور؟ طب ده ابوك الله يرحمه كان بيشرب الشاي بالشطه، امال انت طلعت حمش ازاي؟ قولي لي يا عزيزه يا بنتي، انت تحبي الشطه؟ احبها قوي يا نين. شفت يا حسن يا ابني، ادي احنا بقينا احنا الاثنين ضدك. اسمعي بقى يا عزيزه، هلا هلا عداد والجد الله هرضى عليه. بقى دلوقتي يا بنتي احنا عايزينك تيجي تسكني معانا هنا علشان تونسيني وونسك لحد ما ينكتب كتابك على حسن. متشكره قوي يا نينا. متشكره ايه يا بنتي؟ وادي حسن انت من الفجر تجيب عربيه وتلم حاجتها كلها حته حته وتجيبها على هنا. رأي رأي عزيزة. ما هو ما هو ايه؟ ما دام يا بنتي بتحب الشطة يبقى رأينا واحد. امرك يا نينا. من بكرة هنبقى تلاتة، وعن قريب ان شاء الله هنبقى اربعة، ولما ربنا يعود عليكم وتجيبولي بنوتة كتكوتة اشيلها وافرح بيها قبل ما اموت. انا عايز ولد ياما. بنت. وما دام انا قلت بنت يبقى غصب عنك هتجيب بنت. ولد يام عشان اما يكبر يبقى ظابط ولما يترقى يبقى مأمور. ايوه علشان كل ما تجيب له لعبه يديك شريطه. أحمدك وأشكرك على نعمتك يا رب. سايق عليك النبي، تقبل مني التوبة وتسامحني. يا رب تمم علي رضاك واكتب لي الهدى والسعادة، وعهدك إني حكون بقوتك زوجة شريفة وأم طاهرة. اللهم استجب دعاي، إنك أنت الغفور الرحيم. مخصوص عشان اقتلك واشرب من دمك. كنت فاهمه ان السجن هيريحك مني والدنيا هتضحك لك وادم خليل البونو بيكسر ظرف في اللمان، لكن مش هيريحك مني غير الموت. لازم اقتلك، لازم السجن دمك. Ah!
لازم اقتلك. افتح الباب. وما ربك بظلام للعبيد؟ مات يا فندم، استريحنا من شره. اضرب السعادة شعوف، اضرب منه. يا زينة. وبعدين يا نينة المأذون اتضايق من كتر الانتظار، مش نكتب الكتاب بقى؟ مش ممكن، مستحيل انكتب من غير حضور اخت عزيز، ده انا ماليش غيرها في الدنيا ونفسها تفرح بي. انت دايما مستعجل يا منير، زمانها جاي. بس يا ترى ايه اللي اخرها لحد دلوقت؟ انا خايفة، صدري مقبوض قوي. ما تخافيش يا بنتي، زمان اختك جاية والغايب حجته معاه. لازم هي اجري اقعد افتح الباب يا منير. حاضر حاضر. في حاجة يا شويش؟ لا مؤاخذة، حضرتك منير افندي؟ ايوه افندم. خير؟ انا جاي بلغك ان الست عزيزة اخت زينب مالها؟ اصيبت اصابة خطيرة في حادث ونقلوها المستشفى. طب ارجوك وطي صوتك، انا جاي معاك.
مفيش لزوم. عزيزة ماتت وانتهت. كانت ملاك. كانت شمعة بتحرق نفسها علشان تسعد أختها زينب. خد بالك منها يا منير. وادي الكتاب يا روح من الكتاب لفين يا عيلي شوفي الغطا لازم تشوفوا العين.